سنن أبي داود أول كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي، وهو من أساطين قرين أحمد، من شيخ البخاري، من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. حدثنا عفان بن مسلم، من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد أيضا من الثقات العبدي، يعني ابن معين وثقه، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. حدثنا عاصم الأحول. عاصم وعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن، قال ابن معين ثقة، نعم، وقال المديني ثقة، وقال غيره ثبت، وقال أبو زرعة ثقة، نعم. عن أبي كبشة. عن أبي كبشة أبو كبشة السدوسي البصري، فيه شيء من الجهالة. قال سمعت أبا موسى. أبو موسى وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن قيس، نعم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. الله المستعان. هذه أيضا ما زلنا مع الفتن وأبواب الفتن وعظيم الفتن التي تأتي تترى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يرقق بعضها بعضا، وهذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا يراها المرء فيقول هذه مهلكتي، فتأتي بعد ذلك يقول هذه مهلكتي، فلما تمر ويأتي ما بعدها فيقول هذه فتمر، وهذا كما قلنا هو عذاب هذه الأمة. فهذه الأمة أمة مرحومة، عذابها في هذه الفتن والزلازل والمحن. لكن هذه الفتن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتن متلاطمة تهلك تعصف وتستق، ولذلك قال إن بين أيديكم أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم. شوفوا قال كقطع الليل المظلم، فهي مظلمة دامسة حالكة مختلطة، اختلط فيها الحق والباطل لم يظهر، والنجاة فيها قليلة بل قد تكون معدومة. إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدى أمر. اجلس الآن بعد ما خلص النهار. قال إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اللهم استر علينا يا رب العالمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ظلمة هذه الفتن، لأن من ظلماتها أنه لا يعرف فيها الحق بالباطل، لا يعرف فيها الحق من الباطل، وعندما يختلط الحق من الباطل فإن هذه الفتنة يعني تودي بأهلها إلى الهلاك. لذلك لابد للإنسان أن يفر منها فرارا عظيما، وأن ينأى بنفسه عنها، وإن وجد ولي أمر التزم به، وإن لم يجد فلأن يعض على أصل شجرة خير له، فلأن يعض على أصل شجرة خير له. قال إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا يعني يكون على الإيمان، فيدخل في هذه الفتنة من الظلمة يحسب أنه لها فيفتتن بها فيكفر، كما أن الدجال يعرض على كل واحد منهم يحسب أنه يقابله، يحسب أنه سيقف أمام هذه الفتنة فيفتنه، يقول له أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ يقول نعم، فيأتي الشيطان فالجن فيتمثل له بأبويه قائمين أمامه فيؤمن بهم. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه إذا استشرف الفتنة أهلكته، فهذه ظلمة الفتنة. وأيضا قد يكون ممن يرى بأنه يخرج الناس من الظلمات، أو أنه ممن يعلم ظلمات هذه الفتنة فيستشرف لها فتهلكه، فهنا يصبح المؤمن كافرا على أنه تأتيه الفتنة فلا يستطيع مقاومة هذه الفتنة فيؤمن بها فيكفر. وقال يمسي، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
القاعد فيها خير من القائم. فهو هنا الآن كما قلنا عندما يصبح مؤمنا ويمسي كافرا تعرضه للفتنة. والحق أنا لو نظرت وقلت رجل كان مؤمنا وما الذي جعله يفتتن بدينه والله جل وعلا يرضى له الإيمان ولا يرضى له الكفر؟ قلنا دسيسة في القلب، دسيسة في القلب، والله أعلم بالقلوب، والله هو أعلم بالقلوب سبحانه وجل في علاه، فدسيسة القلب جرته إلى ذلك. أما ترى بأن دسيسة القلب في إبليس هي التي جرته إلى أن يأبى على الله جل في علاه من السجود لآدم عليه السلام وأن يكفر بالله، بل وأن يخضع في الحكمة عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فدسيسة القلب جعلته يفتتن بهذه الفتنة فيصبح أو يمسي كافرا. قال القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ومش خير. وهذا فيه دلالة واضحة جدا أن القاعد غافل عما فيها، أما القائم يرى ما لا يره القاعد فيفتتن بها، والماشي أشد رؤية من القائم فيفتتن بها، والساعي كذلك. وهذه فيها دلالة واضحة على أن الذي ينجو من هذه الفتنة والذي لا يحرك واسعا، لا يحرك، الذي لا يحرك ساكنا، لا يمكن أن ينجو المرء من هذه الفتن إلا أن يبقى صامتا هادئا ساكنا كما قلت، وأن ينأى بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال فلينأى بنفسه، وباقي الحديث قد شرحناه قبل ذلك. الفوائد المستنبطة: رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة، من الوجوب عدم التعرض للفتن. الفائدة الثالثة: لا يستثنى، لا يستفتى في الفتن إلا الناقد البصير.